صباح الخير، يوم فيرست داي هنا في اسطنبول عاشو. شوفوا وجهي باينه عيانه. درت واحد الفواياج 3 سوايع من بولونيا في ايطاليا، من ايطاليا لاسطنبول، وعاد نزلنا في المطار ديال اسيا، ماشي في المطار ديال اوروبا، غلطنا خدنا البي غلطه، وعاد خدنا واحد الطاكسي ديال ساعه باش نوصلوا للوطيل. عاشو شوفوا من وجهي عاشو كنخلع الميك اب وما قدش ما عرفش. المهم نغسل وجهي بهذا ونحاول نمارك شويه ونبدل دوش بعد وصافي. نشوف واش غادي نكتشفوا اليوم في اسطنبول. يا ربي تكون بحال داكشي ديال الفيلمات، يا سامحيني مع نار كامل خلود. المهم هذوك انا دابا كنتخيل راسي بحال في هذاك الفيلم. لما كانتش اسطنبول بحال هذاك الفيلم اجي صدمه كبيره. دابا صح والله صافي. المهم دابا نمشي نقاد هاد الوجه خيبوشة بيجاما نادي عشان شي ماما نقادو ونختار معاكم الاوتفيت ديالي. كان اوتفيت واحد ديالي جو معايا. الله يسالك نوجد راسي دابا خرج شوية زوينة بعدا حسن من قبل. هذا هو الاوتفيت ديالي كله خضار، ما عمرني كنلبس خضار ولكن الحقيقة جا معايا وصافي. درت هاد القبية. اليوم غاديين بعدا ندوزو لتاكسيم سكوير حيت شفت مشهورة فيها بقلافة فيها زعما ميتكال. ندوزو ليا نتغداو وعاد نشوفو فين ندوزو حيت ما درناش بلانينغ، حنا دايرين بحال فهمتو عافين دار الله غادي صافي. I'm proud for my outfit. ناري كبرت لي شوي الكرش خاصني نرجع للجيم وصافي. كي جاكم الاوتفيت زوين؟ نتمنى ايوب يتكاد وكل شيء عاشو. كي كتعطر كثر مني سي با بوسيبل شي والله ما عمرني فهمتو. المهم شو معايا نوريكم اش ناخذ باش نوصلوا ليا. ما عرفت واش ناخذ طاكسي ولا ناخذ ترونسبور شي طوبيس اش لعب بحال هكا حيت هنا تواركا طريفين عندهم الماكله ما شاء الله واعره حيت انا فايته جيت هنا. ولكن كي الشاله كنتي توريس كيشفروك انا ما بغاش نكشفر. انا راني مغربيه بنت سلطان ما نخليهمش يشفروني. دابا انا خرجت كنتسنى في الطاكسي في الاخر اتفقت معاه قلت ليه 130 ليره لا بغيتي تهزني وديني لا ما بغيتيش نبقى في الدار. ولا في الاول ما بغاش في الاول في الاول ما بغاش عاشو 130 ليره تقريبا شي 30 درهم على نص ساعه ديال الطريق فهمتوا. ودابا كنتسناو ويا ربي جا عاشو قال لي 6 دقائق ويجي. لا ما خدش ليا 130 ليره عندك عايجي بحال البارح يمشي يخلي حيد الطاكسي حيت شي مرات كي كتاخذي طاكسي زعما يبوكا طاكسي وكي يدير لك جاي الله كيقول لك قريب كيحيد هذيك برينوطاسيون. المهم ديا تركيا كتبان كيضرب سلطان وفينا شوفوا كباب والعيباش اليوم العرقه الشاورما جا طريف مسكين قال لي السلام عرفنا نشوف شحال قلت لي. لا قلت لي 130 تاكسيم سكوير سميشو مبين عربي بحالنا هادشي كيدردب مغربية from Morocco and you where are you from? تركي because there is from Iran, Afghanistan. There are people from Iraq. Arabic people. I'm gonna go get you.
هكا تاي طيروا لي هذا الايفون الرقم شويه عليا لا لا تليفونو. نزلنا هنا في التاكسي سكوير والاولى حاجه اللي شفت هو كباب قدو قد قدو قد شي بقره ما عارف كبر من طول من اللي واقيل اشوف ستريت فود هنا واعر هاي كسلم عليا باغيني ناكل عنده يخوني المهم حق عليا المهم شوفوا هنا كاين جامع هنا كاين جامع وهنا كل تاكسي سكوير ندخلوا ليها ونوريكم وصافي ناكل دابا ايوب لا 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 ما عندها ولكن باغا بعدا نشوف لي بوشيك وداك الشيء صافي شو صافي وحليه شحيمه ديالك شحيمه ما عنديش عليا انا شحيمه كل مره كيهضر يقول لي شحيمه انا ما عجبنيش هنا صافي وكلشي مصاوب نيف وكلشي مصاوب سنان وهنا الا انا بابا شحال مصاوب جا بقلاوة واو هادشي ديال واو 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 نوريكم سنة سنة وسنة هادشي ديال بقلاوة شوفوا الحلويات اللي ما بغاش قلبنا قلبنا جينا هنا ناكلو شوف حاجه عامره دجاج راه ما عرف شنو دجاج بالفريت ها شوف 30 درهم تقريبا ياك مزيانه 3 اورو واه هنا بغينا ناكل خوت غير الماء حيت انا واخا عندها ليا بزاف كوكا ايوه ما كيخلينيش كيقول لي ما مزيانش تشرب كوكا عنده الصح ولكن عرفت لا ما خاصش انا نجي فاكونسو ما ناكلش كوكا ما نشربش كوكا كاين واحد اللي تشوف فيا صافي العدار زوين فوتو الصوصيط هو خد في الصوصيط خايب ولا زوين؟ ماشي الخوتوبيه هذا ماشي كوتوبيه لا زوين ولا خايب؟ زوين بسم الله كيداير زوين؟ واه واه الدوق ديالي كنت بابا شاطر واعر واحد الصوص الله واعر هاي خفطي طرفطي ام هاي 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 صافي سالي لي البانينو ديالي المهم دابا نسالي ناكلو بعد عندكم معايا دلنا بلاصه باش ديما تشاكل ديما انا جاي نتوكل باش ناكل المهم كنا حنا داو كنا في واحد البلاصه سميتها صافا لقيناها في تيك توك قالوا مشهور على بقلاوه شوفوا شي ايس كريم لا لا واش كيلا في الوسط جاني كيلا واش كيلا ولا موتزاريلا ولكن ايكون 100% ايس كريم كيجينا قاعدين خدنا حيت ايوب على السلسلة ديال الحلويات في الراس غير اللي هو هذا سميتو هذا ما عرفت المهم مشهور شي حاجه ديال السكر وصافي المهم اليوم لا جانا ديابيت وما عرفتش بغيت نوصل لا مرض مرة الله يستر عرفتو علاش المهم بسم الله واش هادي يلا كل يبدا بهادي انا ديرك شي حاجه ديال ديرك شنو العلاقه شحال عليا سالينا الماكله احنا دابا في واحد الطاكسي ماشي كبير نوريه لكم حيت ما لقيناش طاكسي صغير هو راه ما فينا من نتمشاو علينا بزاف هذا 6 اورو 60 درهم 60 درهم على 20 دقيقه الا لا غير من الاخر حكى هذا كبر من حيت كبر وخدنا واحد الصابونات المامور ما خصو الصابونات لا انت تتابع الماكله ماما حتى الماكله باغي ديها معاك ورينا الصابونه اللي زدت المامور المامور وغادي دابا البلاط واحد البلاصه كلها ملونه شرقاش كادو مزيان كادو بشاد حلة لا حلة ديال ماما دي ماما كادو محلول مزيان ايوب نقول ليها ماما شاد هاد الفيديو ايوب هو اللي لا لا ما قلت والو ايوب هو اللي كيحل هاد الشيء حلك الكادو ديالك ماشي الصح ناري جاب الله ماما عزيزي لأيوب شوف الصابونة خدنا لهم واحد الصابونة فيها الريحة زوينة الصابونة شحال سقراها مين باش ناخذ صابونة كبيرة شي خرطاشي لا ولكن ان شاء الله غدا ولا بعد غدا ناخذ اليوم بيجامات دوك اللعيبات حيت عارفين ماما باغا
بابا ماما بيجامة بيجامة عشان ماما بغت بيجامة ماما. وصلنا البالات، شوفوا الديور هنا كلهم ملونين، عرفوا زين بزاف. وهنا الدراري كيجيو حتى بحال المغرب، الدروبه كيلعبوا الكره، كيجيو عندك المشاش بزاف، عشان المشاش كاينين بزاف مشيشاش كيعطوا. انا بعدا وقت نعطاتني بغات تاكل عطاتني ما عطيتش والو. وعشو والله كنشوف المنظر كي الفكره هذا بسلطان. انا ري شحال مشاش تبعوني يا ويلي. هذه هذه خشه، هذه فين عمتها؟ لا هذه هذه بنت هذه صافي. اوه شي زوين، شوف الناس كتصور كتدير زوين، منظر زوين ياك. ايوه دابا دابا واش دابا خصك دير لي التصاور ديال انستا؟ ايوه ما عجبش عليه صور صورني بو. شكون قال هذا دابا؟ شكون شكون البوي فريند اللي ما كتصورش الجيرل فريند ديالو؟ ايوب دراري انا حيش كنحاول ندير لكم فلوج. هاي راسي عيت. ايوب خلينا نرجع للدار طاليان كالم تي بزاف. شوفوا شوفوا قصر الحفار انا ما عرفتش شناهي قصريه. ايوب سير ديامو انا نمشي قدامك. كيقولوا لا الراجل كان قدام مراه زعما هو اللي كيحكمها، انت كتحكمني ايوب. مهم انا فهمتي كلشي. عيت الدراري عايشوا من فين وريتكم جينا بلاصه على رجلينا. غنمشيو نرتاحو شويه قبل ما نمشيو نتعشاو. شوفو شوفو داكشي في الميكاش هنا، ولكن حاجه ما كايناش بحال المغرب، هذوك اللي كيفرشوا في الارض هذوك ياك. ايوه ما كاينش هذوك اللي كيفرشوا، كل واحد عنده بوتيك ديالو محل ديالو. المهم اشوف كيما الاول نهار ديجا تقاداو لي اليوم والله حتى تقاداو. ايوب انت معياش عاشو. ايوب لابس جوردان ضرو بزاف. انا لابسه هادو، لابسه هادو انا نوريكم تسنى. بابا نويل، انت لي بابا نويل، لوي فيتون بابا نويل غوز. شوف هناري بقينا عشو دقيق عشو دقيق باش نوصلو رشاحو. ديما قود ديما قود ديما قود، ما عرفش فين نخرجو. صري مهم داز راهي وضحكوا عليا هادو مين هادو داز ضحكوا يا عرفت بنادم معنوش عادي يدير فلوغ صافي. مهم وصلت الدار ونوريكم. ايوب اللي ما فلي جابني لهاد اليخش. واو تيتانيك هذا تيتانيك. انا روز وهو جاك. المهم هذا هو الماتش ديالي واخا ماشي ديال اليخش، حيت هو قال لي لبس مزيان. انا ما عرفتش قلت في يديني لا قلت يديني تعشى واش يديني في اليخش. المهم فرحانه ودريته. وهنا شوفوا مشهور هذا اللي هي كاينه اسيا. دابا حنا فين غادي؟ لاسيا. البريدج ديال تركيا. بريدج دابا من اوروبا غادي لاسيا وديال اسطنبول. ولكن عرفتي واو واو ما شاء الله نوريك. كاينين الناس ولتحت كاينه اتحشاو ياك ايوب اتحشاو صافي. نمشي لتحت ونوريكم الحشه ديالنا. يا ربي يكون هذاك الشيء الحوت والكروبيت وشي رويال. تبع معنا كاين شي حوايج ناضين هي باقا يسر ما عرفها والو. تبع معنا الله يخليك ليا ديما كنت انا نلقص الماتش كيفاش عندكم ما اصلا سوري. رجعنا من الفوق صافي. كان واحد السبيكتاكل ديال ديال هذوك اللي كتحو مع شي شي هذيك هي التواركه. واو وين هادشي؟ ايوب خليني نشوف مع الماكله ديالته وانا شي نتفرج. ايوا ما غاتمشي نمشي ندير معاهم هادشي ديال انا. واو شوف شحال من الناس كاينين هنا والله. عاشو فوق من البحر جاتنا حتى الماكله. هو عجب جبته وانا جاني جاني حوجه. هادي ما عرفت مالها خليها صحابها ولا ما عرفت مالها شا ما عرفت باغا نعنقها. المهم
رجع لنا المهم هذا الفلوغ ساله، نتمنى يكون عجبكم. هذا ثاني فيديو ديالي في التيك توك، علاش تاخرت شويه. نسلم على ثلاثه الناس حيت الاخر مره وعدتكم الناس اللي كيكومونتيو ان اختار ثلاثه نسلم عليهم. المهم كنسلم على ملك محزوم، هند المكاوي، وجمال دواني. شكرا بزاف على اول يور سبورت، وغنخلي لكم السوشيال ميديا ديالي كاملين باش تبعوني وصافي. نتمنى ضروري يكون عجبكم، وان شاء الله كل جديد. بسلامه.